فإنه بتاريخ الموافق ل 20 ديسمبر 2018 على الساعة 6 صباحا تم تسليم 9 مهاجرين غير شرعيين من بينهم 3 قصر إلى حرس السواحل بتنس من طرف سفينة تجارية تحمل علم دولة ليبيريا التي كانت قادمة من دولة إسبانيا متجهة إلى ميناء عنابة مرورا بميناء تنس، ومباشرة تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى زيغود يوسف لتلقي الإسعافات الأولية. وللعلم فإن هؤلاء المهاجرين تم انتشالهم في عرض البحر شمال وهران من طرف هذه السفينة بعدما غرق بهم القارب الذي كان يقل حسب المعلومات الأولية 29 مهاجرا، انطلقوا من سواحل مدينة وهران متجهين إلى سواحل دولة إسبانيا. وأنه حسب تصريحات الناجين من هذا الحادث فإن هناك 20 مفقودا، تم تحديد هوية 12 منهم وجاري العمل على تحديد باقي المفقودين بعد التحقيقات التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية وتحت إشرافنا المباشر. تم تقديم 2 مشتبه فيهما بتنظيم هذه الرحلة وبتهريب هؤلاء المهاجرين، حيث وجهت لهما رفقة آخرين جاري تحديد هويتهم جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة. السيد قاضي التحقيق بعد استجواب الأطراف أمر بداعهما الحبس المؤقت، والتحقيق لازال مفتوح إلى غاية تحديد باقي الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية. وشكراً.